في تعبيرات في اللغة الإنجليزية مهم إن احنا نعرفها زي ما أهل اللغة بيستخدموها، ما ينفعش إن احنا نخترعها، ما ينفعش إن كل حاجة نقولها بطريقتنا، أهل اللغة بيبقى عندهم تعبيرات معينة بتخص مواقف معينة ممكن يستخدموها فيها، وده اللي احنا مهم إن احنا نتعلمه، زي مثلا لما بنشوف حاجتين أو مثلا ممكن نشوف شخصين، الشخصين دول ممكن يكونوا توينز أو توأم، شبه بعض جدا، مش عارفين نميز بينهم، إزاي مثلا تقول او تعبر عن انك مش عارف تميز بين الشخصين دول او بين الحاجتين دول. في تعبير بيقال في اللغة الانجليزية وهو I can't tell them apart. I can't tell them apart. التعبير هو to tell apart، يعني انك تميز بين حاجتين او تعرف الفرق بينهم او تعرف ان ده حاجة وده حاجة. يبقى لما مثلا تشوف حاجتين او شخصين شبه بعض جدا وعايز تعبر عن انك مش بتعرف تميز بينهم، مش بتعرف تفرق بينهم، مش بتعرف مين فيهم مين، ممكن تستخدم التعبير ده وتقول I can't tell them apart.